صلى على رسوله. اليوم عندنا هذا العرض للبيع اس كلاس 2013 من اروع واجمل الاسات اللي راح تشوفونها على طريق الانترنت وبالمعارض وبالدنيا كلها. خليكم وياي وراح تعرفون ليش هذا الاندفاع. خلي اول مره ناخذ فرع هذا السعر من الخارج وندخل عليه من الداخل وتفاصيلها اكثر. علما انه انا انشر فيديو على مود اي ملاحظه بالسعر تبين. اس 500 2013 عنوانها سليمانيه ورقمهم ايضا سليمانيه وباسمهم. كصبغ بارد دائما احكي بيه لان مقفوله من الدعاميه للدعاميه. ليس صبغ بارد، صبغ بارد تعديل شفوط رسعات من كل النواحي من داخل ومن خارج. هذا بالنسبه للبدي. خلينا نوصل الى الداخل ونتكلم لكم عن تفاصيله اكثر. اخوان سياره طلب خاص طالبينها طلب خاص يعني على ايدينا من الزيرو. هاي من الخارج تقريبا الشبه كملنا. هسه خليكم وياي وندخل عليها من الداخل. تشوفون اللايتات الدعاميه اللوكشن البنيت كله ولا غلطه. حتى الرقم جديد سويته قبل اسبوع على مود الشرايط نفسها ما يجي يوصل اليوم باكر ياخذ المرور ويروح يحول. هاي من خارج كملنا كل السيارة كلها عندي بيها بس هذه الرسائل اللي حتى ما بتبين. ما اعرف اذا واضحة امامكم بالفيديو ولا بس هذه الرسائل. يلا هذا الشيء انزل على الشخطة 1000 دولار. وعد. أنا كملنا. طبعا الويالة الديسكات هذا كله اصلي شركة اضافة الى تخم تاير دلور عليها محطوط جديد والدهن والسيرفس والصدر هذا هم كله ما نحكي فيه كله جاهز مجهز. السيارة جاماتها كلها بولرايز 6 تن وجامتها هذه الأمامية مالتها مال الشركة البلادية ما مبدلة لأنه هذا البولرايز كلش غالي. تمام إذا تشوفون الجام يعكس وهذا اللي يسمونه بولرايز. إلى هنا أنا تمام. خلينا ندخل عليها من الداخل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه داخلية السيارة. سقف شاموا، شاشات خلفية، كوشنات أربعة تدفئة وتبريد ومساج. تمام. هذه بانوراما أيضا. بردات خمسة كهرباء. مثل ما تشوفون. واضحة العملية. شاشات خلفية DVD تبريد خلفي أيضا عندك منفصل. وهذه المساج مال مقاعد الخلفيات بالإضافة إلى الشغلة اللي أغلبكم راح يستغرب لأنه كلش قليلة اللي هي هذه VIP. هذه من كل 100 اس تطلع لك بس واحدة بها هاي المواصفات. كهذه السيارة احنا موصينا واحنا قاصينا في وقتها. هذه واحدة اثنين هذني تويترات أربعة مثل ما تشوفون أربعة تويترات بها بالإضافة إلى سماعات عندك أيضا فرق وهذن مثل ما قلنا تدفئة وتبريد وميموري. حتى التطريزة مال الباين والكوشنات هم تختلف. بقية التفاصيل بوب شفط وذنة موجودات عادة كل اس كلاس لارج. رادارات جانبية اغلب الاسات هذا يجي سادة حالة حال هذا سادة ماكو هاي الخط ولا هذا اغلب مو كلهم. وهاي داخلية السيارة. خليكم وياي نتجه على كشف السائق وشوف شنو بيه من مواصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندك نايت فيجن الناظور الليلي وقلنا رادارات أربعة وهذه التويترات نفس ما قلت لكم.
وعندنا النوب طبعا قيادة ذاتية ستوب بريك ستوب هولد مال النقطة العمياء مال مسار الطريق كلها بيها موجودة. عندك شغلة هنا أنا. خلي بلا لحظة هسه راح اطفي السيارة هسه مو مشغلة طفيتنا السيارة ها ماشي 83000 كيلومتر هسه السيارة مطفية شباب تشوفون هذا هيتر هيتر او هيتر وتبريد يعني خليه كيف هسه السيارة تبريدها مشتغل وهي مطفية اللي عنده هيش اس يجي يحط لي اياه بالكومنت مو بس يقول اكو ويسكت لان دائما لما ننزل عالم اغلبها تصورني دا ابالغ لكونها سيارتي ودا اعرضها واحمد بيها لا حبيبي جيب لي مواصفات نفس الاس اللي انا دا اعرضها وتعال ناقش وخليك على راسي ما عندي مشكله مو صوت تبريد لو انا متوهم السياره مو مطفيه لو انا ايضا متوهم لو بحط هاي الشاشه طفت تبريدي انا ما ادري طفنا عليكم ها مو كل اس بها المواصفات وظلت عندي شغله هم مو بكل اس كلاس موجوده اللي هي على مود من يمن اختم المقطع الفيديو ركزوا لي على ارتفاع السياره ما اعرف اذا واضح بالفيديو ولا لا لما نتقفلها من تنزل من عندها شفت السوق وتنزل تقفلها السيارة تنزل من تشغلها تصعد هاي موجودة ببعض الأساس بس يكون تشوف لسات طاقة مالتهم تلقاها نايمة من شغلها تصعد لا هاي بحكم آخر هاي تنزل لحد تقريبا 5 أو 6 ملم لما نشغلها ترتفع أعتقد وصلت الفكرة الجناي مال اس كلاس يعرف انا ايش دا احكي والله ما يحتاج انا طال صار 7 دقائق ونص اصور من اول دقيقه يقطع الفيديو يخابر يقول انا اعرف هذه السياره شنو مهم جماعه الفورماتك يابا هاي فيك الجديده ما مرغوب ومرغوب ما تقول لي هو شنو هاي سارية فول فورماتك يجي لازم ممكن اكل يقولون على مود اغراض الصدر ما اعرف شنو نعم في فرق بس هم موجود متوفر مو ماكو مو يسمونه مو مرغوب شنو مو مرغوب هاي دا مو فورماتيك ما تمشي لان محركها كلش عملاق 8 سلندر 20 تيربو 4.7 اعتقد مدري 4.4 20 تيربو يعني دا ماكو فورماتيك هاي السيارة بس عبارة عن بطناش عموما هاي اللي يرغب هنا وسهلا نخابر ما يرغب يروح يدور اكو بالسوق احنا سيارتنا فورماتيك اس 500 وكالة البصمة الثانية موجودة عندي حتى ما مشتملها وما مستخدمة رايد السيارة سعرها 43000 دولار قفل من الأخير اللي يرغب بالشراء يتصل على رقمي وخليكم على راسي أخوكم عدي البينة